في حدثين واضحين اليوم اللبنانيين بشكل أساسي عم بيتابعون لحظة بلحظة. الانتخابات الأمريكية ونتائجها اللي بلشت تميل بشكل واضح لمصلحة بايدن، مفروض اليوم تصير شبه رسمية النتيجة، ولكن تفتح على مسار سياسي يليها بدنا نشوف كيف بده يتبلور مع رفض ترامب لهالنتائج واعتبارها سرقة للانتخابات وقوله انه رح يتجه نحو القضاء. اذا في عنا مسار بدنا ننطره بالسياسة لنشوف كيف بدها تخلص العملية المحيطة بالانتخابات. وتاني خبر براس اللبنانيين بانتظار ومتابعة مفروض تكون أهم هي مسار تشكيل الحكومة بلبنان اللي متعثر وواضح انه صار ناطر نتائج الانتخابات الأمريكية لأسباب، يعني أنا برأيي بتعبر عن أزمة هذا النظام، لأنه فعليا تنطر نتائج انتخابات بأمريكا مضحك شوي، لأنه لبنان ما راح يكون بأولوياتهم، يعني مش إنه أول ما يجي بايدن أما وقت يرجع يكمل ترامب إنه طيب هلأ لبنان بده يجي بآخر المسار. ولكن الخبر الثالث اللي أعلنت عنه الول ستريت جورنال اليوم هو اتفاق وزارة الخزانة، نحن نعرفها بوزارة المالية، وبومبيو وزير الخارجية على إدراج الوزير جبران باسيل على لائحة العقوبات الأمريكية لتعاونه مع حزب الله، أما لتسهيله لأعمال حزب الله بدأ تفسير. ويتوقع بعد موافقة هوتنين المبدئية كما قالت الصحيفة أنه يعلن عن هيدي الخطوة اليوم من قبل بومبيو. الفكرة انه هلا مستغرب بومبيو بالنهار الانتخابات يعلن عن هذا الشيء، لانه معقول تعلن النتائج اليوم، ولكن مش مستبعد نتيجة انه هذا الحديث عم نسمع عنه الا لاشهر، اي متى يدرج اسم جبران باسيل. ولكن هي الصحيفة، يعني هون من دون ما نبلش نحن نحلل بلبنان، حطت بالمقال انه ويتوقع هيك حدث هيك اعلان انه يصعب مسار تشكيل الحكومة بلبنان. بتصور هذا بده يصير طبيعي؟ ما واضح اذا رح يكون ادراج اسم الوزير باسيل على لائحة الاوفك اللي هي متعلقة بتمويل الارهاب وتبييض الاموال، وهون لسبب صلاته بحزب الله المقال بلمح هيك. ولكن كان في احاديث سابقة انه امريكا بدها تبلش تعمل هيك تفسير اوسع لماجنيتسكي اكت، القانون ماجنيتسكي اللي اقروه على اساس بحق لامريكا تحط عقوبات على كل الشخصيات بالعالم اللي انتهاكهم لحقوق الانسان ووسعوها لتصير تطال جرائم الفساد. هاي ولا هاي بعد مش عارفين، على الارجح على لائحه اوفك. وبيكون هذا الشيء بعد الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس اللي صار بايلول الماضي. ولكن الأكيد من هذا المسار والأكيد من هالتطور هذا أنه هيك إجراء راح فعليا يعقد المشهد السياسي بلبنان منيح، مع سعد الحريري رئيس حكومة مكلف بتأليف الحكومة، وأصلا كانت عم بتواجه هالتأليف تعقيدات التقليدية اللبنانية السخيفة من قصة أنه من وزير المير طلال رسلان طلع عملها حكومة 20 ولا نتركها 18، مين بده يعين حصة المسيحيين وشو حصتهم من الحكومة، وبنمشي ودواليك يعني بالحصص لبقية الأطراف. كانت رايحة يعني عشي بيشبه حكومة وحدة وطنية مقنعة بستار اختصاصيين غير حزبيين، ولكن قياع سخيف لأنه واضح من واقف وراه مين عم بيسمي وأي أحزاب، تشبه حكومة حسان دياب. ولكن هالمرة صار في طرفين منزيدوا عليها يرضوا، اللي هن رئيسة سعد الحريري والحزب التقدم الاشتراكي اللي ايضا استكانة وليد جنبلاط للحكومة. بهيدا الواقع وهالحكومة اللي كانت عم تواجه كل العرائيل اللي بتواجهها عادة، اضافة الى عدم ثقة اي من الاطراف تشكيل هالحكومة اللي عم يشكلوها ببعضهم نتيجة الانهيار المالي والاقتصادي المتتالي المتتابع، قوة الدفع الوحيدة اللي كانت عم تشدهم ليلزقهم على بعض هي كانت قوة الدفع الفرنسية، غير هيك ما كان الجو كتير مبشر بامكانية هالتلاقي اصلا. حصل التلاقي وصار الضغط بانه بدنا نحاول تشكيلها بأسرع وقت ممكن. هذا الضغط ما وصل لمحل وتعثر، وفرنسا
فاتت بمشاكلها الداخلية بعد الجرائم اللي صارت جوا عندها والإشكاليات السياسية العنيفة. واللي بتابع شوي بالسياسة الفرنسية بيشوف الحديث بلش يصير انتخابي حتى، يعني بيرجع هون واحد بيقول انه مشاكل ماكرون داخلية معه ترجع تاخده داخليا، اكيد بتبقى الادارة عم تشتغل على كل ملفاتها، ولكن الهم وسرعة الانجاز ومفعوله الداخلي والخارجي بده يرجع يعمل عمله اعادة حساب مع ترتيب الاولويات. ونفس الشيء امريكا اللي فاتت بانتخاباتها، وتيطلع هالقرار اليوم فعليا بيعسر كتير من مهام ما تبقى من المبادرة الفرنسية بين مزدوجين، لأنه الأطراف السياسية عم ترجع تنحط بموقع صدامي خلافي. هون بدها كمان توضيح الصورة لوين رايحة الأمور، كيف تنعكس على الانقسام اللبناني، على قدرة سعد الحريري على تشكيل حكومة، لأنه ما بدنا ننسى أنه رئيس الجمهورية هو ميشيل عون اللي هو طبعا طيار وطني حر، ولكن هو أيضا صهره للوزير جبران باسيل وهو من نفس الفريق السياسي. بقى هيدا بيوحى أنه فاتين على مرحلة انتظار، ولكن كمان بلشت الحرارة تحت النار معليها تعلى الحرارة فيها بانتظار مواقف بقية الأطراف من هيك أعلان إذا أعلن. لأنه بنرجع بنوضح أنه الول ستريت جورنال قالت في موافقة مبدئية من وزارة الخزانة ووزارة الخارجية على الموضوع على أن يعلن مبدئيا اليوم. في بعض الأطراف بعد عم تقول أنه لم يحسم خيار إعلان الإجراء. بقى لم يحسم لمصلحة مين؟ مين القوى اللي هي بقلب أمريكا راح تقول تروا ما لازم لازم؟ شو الانعكاسات؟ مش معروف كتير مع الفوضى الأمريكية القائمة هلأ، ما بتصور كتير رح يبين معنا شيء. فينا ننطر هيدا النهار نشوف إذا صار الإعلان، ولكن على كل حال الإجراء نفسه منه مفاجئ نسبة لهالخبر اللي عم نسمعه تقريبا على القليل أشهر، لما نقول من سنة وأكثر من سنة.